السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو مختلف، معانا منيو الأسبوع مع فريق مها نجم وجدع أصحاب. منيو الأسبوع معانا قنوات جميلة، معانا وصفتي وأكلتي، معانا قناة وصفات مامي، وقناة أسرار شيري، ومعانا كمان طبخ وفضفضة من مطبخ أم كريم كوكي، ومعانا مطبخ على طريقتي أسماء، ومعانا طبخ وترتيب البيت مع نسمة، ومعانا مطبخ أم محمود عارفينها اللي هو أنا، ومعانا يوميات مصرية في الغربة، ومعانا مطبخ كبرياء برنسيسة، معانا هوبة والجميلات حواء مصر، ومعانا منورة ستايل، ومعانا مها نجم بيتي مملكتي. إن شاء الله كل أسبوع انتظرونا في أفكار مختلفة، وبيكم اللمة تحلى. بعد ما نخلص الوصفة بتاعتنا يا حبايبي، يا ريت نروح نشوف القنوات اللي هي بتاعت فريق مها نجم، نشوفها، هي قنوات جميلة هتعجبكم ان شاء الله، هتشوفوا كل واحدة فيهم عاملة لنا ايه النهاردة، وان شاء الله تعجبكم وتشتركوا معاهم. هم اصحابي وفعلا اجدع اصحاب في الشدة، وان شاء الله كل اسبوع هنعمل منيو مع بعض نفس القنوات. كل اسبوع هتخشوا تشوفوا الاكل مختلف، كل واحده هتعمل اكله مختلفه عن التانية. انت تختاري بقى الاكله اللي تعجبك عشان ما تحتاريش، هنقدم كلنا وصفات مختلفه، كل واحده بتختلف عن التانية. وقنواتهم باذن الله هتعجبكم، وهتيجوا تقولوا لي ان انتوا اشتركتوا معاهم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جامد. انا بشكر كل اللي وقفوا جنبي، وانا قريت كل تعليقاتكم يا حبايبي. بصراحة انتوا ونعمة الاخوات، انا بعتبركم اخواتي، ربنا يخليكم ليا يا رب. النهاردة ده اول فيديو ليا بعد وفاة والدتي، انتوا عارفين طبعا انا راضية بقضاء الله، لكن الحمد لله انا راضية، بس انتوا عارفين ان الفراق صعب، وربنا يصبرني بقى وما تشوفوش الحزن ابدا. انا متشكره لكم قوي يا حبايبي اخواتي. انا جوزي بيقول لي بيشكر فيكم قوي، بيقول لي مشتركينك جمال، ربنا يديمكم ليا يا رب ويحفظكم ليا. النهارده انا عملت لكم اكله بسيطه بسيطه خالص، ما بتاخدش اي وقت، بتنفع فطار، بتنفع غدا، بتنفع عشاء، وبتبقى خفيفة. لو ست موظفة ولا أي حاجة بتيجي بتعملها في ربع ساعة، في نص ساعة بتكون خالصة. وطبعا عملنا جنبها مكرونة بالصلصة. انت عايزة تعملي جنبها بطاطس محمرة، بطاطس شيبسي، عايزة مكرونة، عايزة كشري، اعملي بقى اللي يريحك. احنا النهاردة الوصفة بتاعتنا بسيطة وسهلة، ومقاديرها بسيطة خالص، مش هتاخد منك أي وقت. ندخل يا حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا المقادير، معانا بصلة كبيرة مقطعاها مكعبات صغيرة كده، قطعيها زي ما انت عايزاها. معانا 4 طماطم، 4 طماطم مقطعاها مكعبات. معانا 4 قرون فلفل رومي وواحد حراق، لو مش عايزة الحراق استغني عنه، على حسب ما انت عايزة. ومعانا السجق اهو زي ما انت شايفاه، السجق البلدي. نقول على المقادير تاني، معانا بصلة كبيرة حلوة كده، معانا 2 فص ثوم، معانا 4 طماطم مكعبات، معانا 4 قرون فلفل رومي وقرن فلفل واحد حراق، ومعانا السجق. السجق بقى معلومة اقولها لكم، ان اي سجق بلدي او اي حاجة لازم بديله غلوة، غلوة واحدة يا دوبك دقيقتين على النار، المية بتغلي بحبة ملح بوصات وربع معلقة فلفل أسمر، المية تغلي تنزلي فيها ياخد غلوة بسيطة، بتروحي مطلعة من المية على طول عشان تتفادي الدهون اللي هي في قلب السجق ويبقى خفيف. ده اللي أنا بعمله. هنقطعه بقى مع بعض، انت ما كنتش موقفة أيضا. ومعانا الحلة هي على النار، حطينا فيها بتاع 4 معالق زيت، وهنحط البصلة،
الأكلة دي بسيطة وسهلة. لو ما عندكيش أكل في أي وقت، عشاء غدا، بتبقى خفيفة وجميلة كده، وبتخلصيها بسرعة. بالنسبة للموظفين يعني اللي بتشتغل، بتيجي تعملها على طول، ما بتاخدش أي وقت معاها. يعني اعملها جنب مكرونة، جنب بطاطس محمرة، جنب أي حاجة بقى أولادك بيفضلوها. يا دوبك البصلة هتدبل بس، مش هنحمرها. اول ما تدبلك بالطريقه ديت، هنحط عليها فصين الثوم اللي قلنا عليهم، وهنقلب كده لغايه ما تحس ان الثوم طلع ريحه معاكي. اول ما ريحته تطلع، هننزل بالفلفل على طول، الفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه كده. ريحته طلعت اهي معانا، والبصله يا دوبك دبلت كده في اول الاصفرار. هننزل بالفلفل الاخضر اللي هو الحراق مع الرومي، وهنفضل نقلب فيه لغايه ما يدبل برده. واول ما تدبل الفلفل لازم يدبل كده عشان يبقى مستوي، ما يبقاش بيقرمش معاكي. اول ما يدبل هننزل بمعلقه الصلصه، وهنديها تقليبه كده مع الفلفل. بعدها نروح نازلين بالطماطم على طول. أكلة بسيطة وما بتاخدش كمان نوعين، بس أنا كل حاطة كل حاجة لوحدها عشان طبعا التصوير، إنما أنت هتقدري إن أنت تلمي الحاجات دي كلها في طبق واحد. أول ما الطماطم دبلت معانا كده، بنحط بننزل بالتوابل طبعا، حطيت نقطة السكر اللي احنا متفقين عليها، عشان مادام حطينا صلصة لازم نحط حبة سكر بشار. هنحط نص معلقة فلفل اسمر، المعلقة الصغيرة، نص معلقة بهارات، البابريكا، نص معلقة برضه اهي، الملح طبعا على حسب الرغبة، هنحطي معلقة كده ونشوف، ونقلب. وانزل بنص كوباية مية صغيرة، مش كتير، نص الكوباية، هننزل بيها كده ونقلبه كله مع بعضه. ونغطيه بقى لغاية ما يتسبكوا شوية، نرجع نحط السجق مع بعض ان شاء الله. واول ما يغلي معانا كده، هننزل بالسجق. طبعا انا قطعته بالشكل دوت، هننزل بقى بالسجق كله كده، طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها بقى عشان الأسرة بتاعتك، تمام. واقعد اقلب فيه كده، واوطي عليه العين بقى لغاية ايه ما ياخد من التوابل والطماطم والحاجة اللي احنا حطيناها. اغطي عليها، اغطي عليه ونغطي، وبعد كده هنقدمه ونشوفه مع بعض. واما يوصل بقى للدرجة دي، طبعا انتي موطية عليه،
هنسيبه بتاع 4 دقايق يبقى بالمنظر ده، 4 دقايق بالظبط وتدفي عليه، عشان لو سبتيه هيفك وهيبقى لحمه مفرومه مش هيبقى سجق. فانت 4 دقايق وتدفي عليه على طول، هقدمه واوريه لكم حبايبي.